على قاعدة أن الاعتراف بالخطأ فضيلة، اعترف وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بمجموعة من الأخطاء والتجاوزات حدثت وتحدث في سجن رومي المركزي، وهو إذ انطلق من فضيحة فرار ثلاثة سجناء التي حصلت مؤخراً، تحدث بشكل واضح وصريح عن تقصير للدولة وأجهزتها في هذا المجال، لاسيما عن تواطؤ عدد من العناصر الأمنية مع السجناء الفارين، ووعد بالمحاسبة وبضبط الأمور، مؤكداً أنه لا يجوز بعد اليوم أن يعامل سجناء رومي على طريقة المثل الشعبي ناس بسمنة وناس بزيت. راح أحكيكم بكل صراحة، اختيارنا للعناصر بالمدة الأخيرة يعني من سنتين وثلاثة لهلأ لحتى نعمل معادلة طائفية موجودة، صرنا نجيب أسوأ العناصر. بحكيكم بكل صراحة ورح أحكي من قلب مفتوح، وأنتوا تعودتوا أن أنا أحكي الصراحة، رح نجيب لأنه هذا اللي موجود اللي صار، أنه أنا اللي ثبت لي مزبوط من الإجراءات اللي عملناها، في عناصر متواطئة بدهم يتحملوا المسؤولية، والثلاثة اللي هربوا بدهم يفوت محلهم ثلاثة لأنه بدهم يضلوا في إكيليبر جوا. ثلاث عناصر مينيموم بدهم يفوتوا على سجن رومية، ورح يقعدوا على التخت زيته وعلى السرير زيته وعلى الأكل زيته مع الثلاثة اللي هربوا. صار في نوع من عملية تزوير للتذاكر ونحطت برضو بتواطؤ، ما بتنحط إلا بتواطؤ، لأنه وقت اللي بيفوت الشخص ليواجه السجين بيبقى في حاجز بينه وبينهم، ما بيقدر يتصلوا مع بعضهم، إذا ما فتحوا له الباب ما بيقدر يطلع ويفوت. هيدي هي الشغلة اللي نحن هلأ عم نفتش عليها، وبعتقد أنا أنه في عالم بدها تنظلم وفي عالم ما رح تنظلم ضمنهم. اعتباراً من اليوم النظام اللي كان متبع بالتفتيش بده يتغير، النظام اللي متبع بالأجهزة الأمنية بده يتغير. رح نركب كاميرات، رح نجيب أجهزة هي تفتش الأكل وتفتش المي وتفتش كل شيء. والأخطر في حديث شربل اعترافه بأنه لم يحصل منذ العام 2010 تفتيش لأي غرفة من غرف الموقوفين الإسلاميين في رومية، ورأى أن افتتاح قاعة المحاكمات الجديدة في السجن المذكور من شأنه أن يحسن الأوضاع ويضبط وضع السجناء. والفضيحة اللي صارت امبارح واللي حضرتوها على أحد أجهزة التلفزيون، أنا بتمنى أنه كمان على الجمارك على البور كمان يتلاحقوا، وكمان ضمن القضاء يتلاحق، وضمن الأجهزة الأمنية تتلاحق، وضمن وزارات الدولة كلها يتلاحقوا، وما نرحم حدا من هالأوراح، والله العوض بسلامتكم. لن نبني دولة بهالفكرة وبهالعقلية اللي نحن فيها هلا. وأنا عم بشتغل مع مجلس قضاء مع التفتيش القضائي على تسريع المحاكمات بشكل إنه ما نظلم ناس، وبالوقت ذاته نريح ضميرنا، اللي بده عقوبة بده عقوبة، واللي بده براءة بده براءة، وهالمحكمة جزء أساسي من هالإفور من هالنشاط اللي بينعمل لتسريع المحاكمات على الأقل المحاكمات الكبيرة. وحمل قردباوي مسؤولية السجون في لبنان إلى الحكومات المتعاقبة التي لم تفعل شيئاً.